أحمد الفهيد لغة الأرقام ما تنغلب يعني. طبعا يعني كلما اشتد الخلاف الحاسم دائما هو 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 الرقم، الرقم يقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وإذا سمحت لي أبو بدر بس تعليقا على الموضوع قبل الفاصل، يعني الزميل تركي، الزميل عزيز تركي كان يتساءل عن أنه لماذا الشباب لا يدعم، يعني لماذا ليس كالاتحاد. لكن إذا أردنا أن نكون عادلين في كلامنا، أيضا الشباب هناك من يسأل يعني من أين جاء بأموال صفقة بنيقة، من أين جاء بأموال صفقة إيجالو، من أين يعني هم الصفقتين مدفوع عليها تقريبا 7 مليون يورو 6 مليون يورو، نتكلم عن تقريبا 15 مليون يورو. أرقام بسيطة يا أبو بدر، 76 مليون ريال، أرقام بسيطة في النهاية. في النهاية لاعبين، أنا أتكلم عن لاعبين فقط. من أين سدد الشباب الكفاءة المالية؟ نفس الحكاية لما نسأل عن الاتحاد، وإذا علينا نسأل عن الشباب علينا نسأل عن الأهلي. أنا معك أن الأموال، وقلتها عند أبو بدر هنا في البرنامج في يعني بداية الموسم، انه في اموال تهبط من السماء ولا نعلم من يدفعها، يعني لا نعلم. لا، امس 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 احمد امس امس خالد البلطان رئيس نادي الشباب تكلم عن تمييز بين الانديه، واتهم وزاره الرياضه ان في 18 مليون السنه الماضيه دفعت للانديه الجماهيريه. هذا واحده من البنود، وانا الحقيقه يعني معاكم جميعا، انا اتمنى من الاخوان في وزاره الرياضه يجاوب معانا، يعني احنا نحاول نطرح سؤال، من اين ياتون بهذه الاموال؟ يعني هل وزارة الرياضة صحيح عندها تفسير للتفاوت اللي قاعد يحدث بين الأندية؟ عساس نقفل الباب، يعني في واحد يقول لي يا أخي أنت ليش تفتح الموضوع الآن؟ احنا فتحناه أيام النصر وفتحناه أيام الأهلي طبعا وقت الاتحاد يمكن ما لحقنا عليه، كان وقتها قنوات ناقلة. فبالتالي دائما السؤال يطرح، طيب أنتم كوزارة عندكم تبرير لما يحدث؟ وضحوا للناس عشان بس يغلق باب التأويلات، ما يجي زي تركي الغامدي الحين يحاضر علينا ويقول لنا مدري وش هو، ويطرح أسئلة حساسة وعدم الإجابة عليها من الوزارة، عدم الإجابة عليها من الوزارة يا أحمد يعزز من هذه الظنون.